اهلا وسهلا متتبعات قناه هدى زيدات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم الفيديو تكونوا في احسن حال. ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله الغزاله ديالي غادي نديكم معايا المحل ديال زمزمين اللي كيبيع تواب واعرين في المسيره، تواب باثمنه مناسبه. بالنسبه للمتتبعات اللي بعاد ما تخافوش البنات، راه كيرسل لجميع المدن المغرب المغربية. حطيت لكم العنوان ديالو، غادي تلقاو ان شاء الله في اخر الفيديو النمره ديال التليفون، وكل شيء غادي تلقاو في اخر الفيديو. داكشي عنده زوين زوين بزاف، بالنسبه راه كيبيع بالتقسيط وبالجمله، يعني كيبيع البياسه وكيبيع حتى بالجمله. وتبارك الله وصلى عن بال البنات، راه ملي وقفت عنده يعني تبارك الله ما شاء الله، راه ما كياخذوش الناس غير واحد بياسه ولا كياخذوا جوج، ولا راه ميكات عامرين عامرين، اللهم بارك وزيد في ذلك. الله ييسر ليه، الله ييسر ليه والله ييسر للجميع. يعني غير بغيت نوصل لكم تبارك الله كياخذوا من عنده الناس بواحد الشكل كبير، لان صراحه التويبات ديالو زوينين مبردين، الكاليتي والجوده شي حاجه زوينه. حاولت نبين لكم كل شيء بالاثمنه بجميع المعلومات، لان الاثمنه شي حاجه اللي مهمه باش حتى الناس اللي خارج كازا حتى نتوما تستافدوا. واي حاجه عجبتكم، بغيتي حتى بالجمله، بغيتي بزاف، كتبغي تخيطي كسيوات قنيطيرات ليك اللي عزيز عليك، كتبغي تخيطي للناس انك خياطه، فغتاخذي من عنده بالجمله، سهلت عليك، اختاري اللي بغيتي، كتواصلي معاهم وكيرسلوا لك داكشي كامل اللي بغيتي. وهذا ما كان حبيباتي، ما تنسونيش من الاشتراك ومن اللايك للفيديو، ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات كتبوهم لي في التعليقات، وانا دائما نراهن الاشاره، ودائما ان شاء الله غادي نحاول نجيب لكم اي حاجه زوينة انتما كتبغيوها وكتطلبوها مني. انتما البنات شوفوا معنا هذا الثوب، هذا الدلوين، هذا شوفوا هذا الدلوين الثاني، هذا ب 460 ياك، هذا ب 460 البنات. شوفوا فيه السومو، هاد الشكيل فيه هاد البلوسيال، يجيو بيجامات كسيوات بحال هاكا مبردين، فيه هاد الموف، كاين هذا لي بالكحل نواغ، كاين هذا لي بالخضيغر، هادو تا هو البنات ب460، هادو البنات راه تويبات مبردين زوينين. هذا البنات الثوب ديالو الخيط، خيط سبيسيال ديال تركيا، كاين هذا اللون هذا تمشطو، كاين هذا البنات ديال فاندي لي مشهور تا هويا. ها انتم البنات هذا مقادين هنايا، كاين هذا اللي في الخضيغر، هذا خيط البنات، هادو كاع اللي كنوريكم هنايا الثوب ديالهم خيط. كاين هادو، كاين هذا ديال اسبرو تجي هكا، فيه هاد اللوين هذا، وكاين هاد اللوين هذا فيه بلومارين، هذا في البوردو، وهذا في النواغ. شوف هانتوما البنات كيجيو كسيوات بيجامات شي حاجه زوينه صراحه. هاد المحل هذا عنده داكشي زوين، شوفوا بالنسبه لهذا فيه البرده تاع هذا البنات، راه الثوب ديالو خيط سبيسيال ديال تركيا قال لي داكشي، يعني الثوب زوين هانتوما، ما يشرب ما حتى شي حاجه، ديري بحال هكا شي كسيوه ولا بيجامه مبرده الصيف، كيجيو زوينين كيشربوا العرق وما كيزمطوش. ها انت بحال هذا الشكل هذا البنات، ها انتما فيه في المارو، فيه البوردو، فيه البلوسيان، فيه هذا المطاط، كاين هاد السواقه هادي حتى هي، هادي في الزريق قلت لكم، هذا خيط سبيسيال. ها انتما البنات البينات اللي فيهم، هادو كلهم 460 متر. وكيرسلوا لجميع المدن المغربيه، فيما كنتي يرسل لك اللي بغيتي كتواصلي معاهم وكيرسلوا لك.
راه عندهم بزاف ديال الزواقات، انا غنحاول نبينهم لكم كاملين باش تختاري اللي بغيتي. ها انتم البنات، كاين هذا اللي في الوردي، هو هذا انتم شوفوا، كاين هذا في الخضيره في الفيخ، في الفيخ كتشوفوا هذا اللون، هذا لون زين بونس. هانتوما البنات هادو كاملين 460، كيجيو مبردين زوينين. هانتوما البنات هانتوما البنات كاين حتى هذا، هذا زايد الثمن على الاخرين، الاخر 460، هذا ب 500 متر، هذا 525 درهم، والاخرين ب 23 درهم، هذا 500 هي 25 درهم. هانتوما البنات ها اللوينات، كاين هذا الموف، هذا كاين في بوردو صراحه زوين، هو هذا كاين في هذا اللوين، هذا الفيغو اللي كيجي تاهو زوين. هانتوما البنات شوفوا الموف، الموف كاين هذا اللوين، يعني هذا بحال موف مغلوق، وهذا الموف مفتوح، زوين صراحه فن. عرفتوا يا البنات شحال مبرد وزوين، شي حاجه زوينه يليق بحال هكا في الصيف نيت، يعني وما كيزمطوش اللي فيهم زوين، ما كيزمطوش، يجيك كسوه، يجيك لبسه اللي بغيتي. انا غادي نحاول نصور لكم كاع داكشي اللي عنده، الصراحه عنده داكشي زوين بزاف، وكيرسل لجميع المدن المغربيه، تواصلوا معاه توروه الموديلات اللي بغيتو، وغادي يقول لكم هو طريقه الخدمه ديالو، ممكن غتفيرسو قبل صافي، ويرسل لكم داكشي كامل اللي بغيتو على حسب العبار اللي بغيتي، تخيطيه كسوه، تخيطيه كندوره، تخيطيه شي بيجامه بحال هكا، يعني العيد صيف نيت ولا عيد كسيوات الخرجه. شوفوا معايا هذا اللون، هذا هذا فلورونج، كاين هاد اللوين هذا حتى هوايا. ها انتم البنات شوفوا مزيان، ها انتم، انا غنحاول نشد لكم على هذا الموديل، راه عندهم تبارك الله الكميه، وكيبيعوا بالجمله وكيبيعوا بالتقسيط، اللي بغى بحال هكا الجمله ويخلي خياطه بحال هكا، كتبغي تخيط البيجامات كاندورات تكسيوات، تاخدي بحال هكا الثوب بالجمله وكتخيطيه. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا اللوينات هادو كلهم 25 درهم، هادو الاخرين الاولين كلهم 23 درهم، وهادو 25 درهم. ها اللوينات تبارك الله، راه عندهم كميه كبيره، هانتوما راه عندهم الرولو غير بحال هكا كيقطوه وكيعلقوه بحال هكا، الصراحة كيجي باين وكيجي واضح اكثر من هكا. هانتوما البنات شوفوا هكا كيفاش ما كيبانش مزيان، ولكن هكا كيبانوا واضحين ومزيانين. هانتوما شوفوا معايا البنات هادو شحال زوينين هاد اللوينات، وهاد الوريدات هادو يعني ما مشارجيش بزاف، حتى اللوينات ما فيهمش بزاف ديال الالوان. هانتوما شوفوا هذا، شوفوا هذا كيفاش داير، زيدي من هذا صراحة زوينين البنات هادو. هانتوما شوفوا هذا، عرفتوا تبارك الله كياخذوا فيهم الناس، مبردين وزوينين، عرفتوا البنات وتحسوا بالكاليتي والجوده ديال الثوب، راه ما يشربوا حتى شي حاجه، لان الخيط ديالهم ديال تركيا، يعني خيط سبيسيال ديال تركيا، شي حاجه زوينه الصراحه البنات. شوف عرفتوا راه ما حسيتش بهم بانهم دوك اللي خيط ولا اللي غادي يخسروا بحال هكا، اللي كنصبنوها دغيا كتشرب، يعني هادو خيطوهم ما تخافوش منهم، شي حاجه زوينه، انا عجبوني بزاف، بالضروري نشاركهم مع المتتبعات ديالي، بغيت نجيب لهم حتى بشي حاجه اللي كتكون زوينه، كيف ما معوداكم دائما على داكشي زوين. شفتوا معايا البنات بالنسبه لهادو، ها انتما شوفوا معايا البنات هاد السوقه هادي، عرفتي تخيلتها البنات في الكسوه، تجي غزاله ومبرده وزوينه، هذه هي الوقيته، والثوب خيط، خيط داك المزيان ماشي داك العيان. راح كاين فيهم اللي كيشرب، هادي هي ب 25 درهم، قطع لك هذا، بغيتي كسوه، بغيتي بيجامه، بغيتي لبسه، كنتي خياطه، بغيتي تشري الثواب بالجمله، مرحبا خوديهم، ها هما البنات كيتباع بالجمله بالتقسيط. ها انتما كاين هذه اللي في الفيولي، شوفوا شوفوا معايا الوريطه يا البنات كيفاش داير، كاين هذا حتى هو، هادو حتى هما 25 درهم متر. ماشي مشكل، لا ماشي مشكل، خذي راحتك،
وهادو البنات هادو ب 23 درهم المترو، 460 المترو. هذا البنات عنده بزاف داكشي صراحة، عنده داكشي زوين. هادو تا هما الخيط توب ديالهم غير، غادي نوريكم حتى لي توب كريب وكلشي، غادي نشاركو معاكم بالثمن وكلشي. شوفوا شوفوا ليا يا البنات هاد الوين، هذا شحال زوينين، شوفوا بردين زوينين. هادو 23 درهم البنات المترو هاد. وكاين الكريب ها انتما، هذا في البلو مارين، هذا في البلو مارين. هذا الكريب كثير زوين، كاين في البوردو في الاحمر صراحه، هذا احمر. كاين في هذا اللون، هذا فحال الكرونه البنات. هذا اللون هذا راه فحال الكرونه، كنحاول نوصل لكم الالوان باش كتكون نتوما عندكم فكره على اللون، على اللون كيفاش داير. فهمتوا؟ هذا راه بحال البوردو، هذا تا هو في الخضيضه، راه هذا في المرتديله، هذا في الباج. هذو كلهم كريب البنات، كلهم كريب وزوينين. الكريب اللي كيتيري زوين، كيعجبني انا اللي كيتيري. المهم يكون كيتيري شويه، كيجي في اللبسه طيح وكيجي زوين، حتى في كسوه في اي حاجه كيجي زوين. هذا الفيولي، هذا في اللون الزيتي. لا هذا ماشي كريب البنات، هادو اللي كريب. هادو كاملين هذا الثمن ديالهم 30 درهم المترو، بالنسبه للكريب 30 درهم المترو، ولكن راه زوينين البنات. كاين هادو البنات ديال فاندي اللي صراحة ولاو مشهورين في الفولارات وفي كلشي. هادو بشحال الثمن هذا؟ هذا 760 المتر. ساتيني، خيط ساتيني، خيط ساتيني. ساتيني كيفاش زعما خيط ساتيني؟ ها قطن. هذا قطن. واش البنات كنسول ليا وليكم، فهمت هاد الكلمة؟ قلت نسول على باش نعرف نتوما ما غتفهموهاش بحالي باينة. المهم أغلبية ما غيفهمش، يقدر يكون اللي غادي يفهمها. هانتوما شوفوا معايا البنات هاد التشكيل، هذا هادي ديال شانيل فيه البوردو، هادي راه داخل فيه بحال شكل البوردو. هاد الوي اللي داخل فيه كاين هذا في البيض والنوار، كاين هذا تا هو في الموطار. هادو كلهم 760 ريال المترو. كيف قلت لكم، قال لك هذا قطن، هادوك خيط وهذا قطن. ها انتما كاين هاد اللوين هذا، شوف شوفوا معايا يا البنات هذا شتاهو شحال زوين. شوفوا هذا في البلو مارين ديال شانيل، هادي ديال الكيكسي الماركات اللي وقال هادو على زايدين في الثمن على الاخرين، تبين حتى الماركه زايد. هذا كاين في الزيتي، كاين في هاد لورونج، كاين في هذا في اللون نوار. شحال زوين يا البنات، فن فن صراحة زوين. هذا يجي لبسه زوينة تبارك الله، و الشكيل ديالو زوين هذا البنات، وحتى اللوين صراحة عجبني، يمكنين تبارك الله. كاين هاد الشكيل هذا كيف قلت لكم، هادو تقريبا بحال غنولي تا ماركة، يعني داخلة فيهم الماركة. كاين هذا في الغوزان ديال، هذا في هذا بحال الغوزه البنات، بحال شكل الموف. كاين هذا، هادو كلهم 760 البنات، كلهم تقريبا هما باش زوين عندهم هاد المحل، كل صف دايرينو بثمن، حتى هي ما كدوخي ما والو. هانتوما هذا دخل فيه البوردو بحال هكا في هاد الشريطات. هادو كاين هذا اللي دخل فيه الابيض، كاين هذا اللي دخل فيه النوار. كاين داكشي صراحه زوين. انا نكمل لكم، شوفوا معايا البنات هذا ديال فاندي شحال زوين، كيحمق صراحه. هذا التوب ديالو الكريب بحال هكا صراحه، دروا ولاو زعما طوندونس دابا، بزاف الناس كيبغوهم. لا بالنسبه كتاخذي فولار بحال هكا في بحال هكا، او كتاخذي توب في بحال هكا، يعني بحال هاد اف ديال فاندي. شوفوا اللوينات، كاين هاد الابيض هذا ودخل فيه هاد اللوينات هادو. هذا راه الكريب البنات، هذا ب 50 درهم المترو. هذا راه الكريب واعر تا هو البنات وزوين. كاين هاد الغوص هذا، كاين هذا اللي في النوار، وكاين هادو هذا في الفيولي، كاين هادي ديال لويس فيتون، كاين هذا البنات في البيض تا هذا زوين. وانا البنات شوف شوف شوف
شوفي كيفاش دايره حتى البنات خرجت شويه برا. المهم شوفوا شوفوا هذا البنات كيفاش داير. هذا تا هو الكريب تا هو زوين ونيجي صراحه زوين. كاين هذا هادو كلهم كريب. كاين هذا التشكيل هذا كنحاول بحال هذا. هذا في البيض هذا اللي في البيض ها هو النواغ ديالو. هادو كلهم 50 درهم الميدو. ها هما البنات معلقين هنايا شفتهم كاع هما هادو نيت ها هما معلقين. كي قلت لكم البنات هادو كاملين 50 درهم المترو. شوفوا معايا هاد اللوين هذا تا هو. كاين هذا وهذا ما كان حبيباتي الغاليات. غادي نخلي لكم ان شاء الله العنوان في اخر الفيديو باش تشوفوا بحال هكا العنوان ديال المحل اللي بغيتو تشوفوا. بصراحه عنده داكشي زوين. وكذلك كيف قلت لكم راه كيرسل جميع المدن المغربيه كيرسل اي بلاصه نتوما فيها يعني اي بلاصه كيرسل ليه. تبارك الله عنده السلام. كنبغيش الصراحه نشد معايا شي واحد هانتوما بنتوما. المهم انا راه حاولت غير نشد ليكم وانتم تشوفوا بحال هكا فلي خياطه وتبغي تاخذ بحال هكا بالجمله وتخيط خسيوات وتكون واخا تكوني خارج كازا راه رسل ليك اللي بغيتي اختاري. ومرحبا الف مرحبا. ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديروا لي لايك للفيديو باش نعرف بحال هاد الفيديوهات كيعجبوكم. وكتبوا لي شي تعليق محفز باش نبقى دائما ان شاء الله نشارك معكم الجديد. وكيف قلت لكم البنات راه تبارك الله ما شاء الله كياخذوا من عندهم الناس بالكثره ماشي غير ببياسه ولا بجوج. راه شفتوا معايا يعني هذه غير الاخره اللي صورت. اما تبارك الله راه كانوا اللي قبل منها ولكن ديك الساعه كنت كنصور لكم تواب. مهمه البنات هذا هو العنوان ديال المحل كاين في المسيره بالضبط سميتو اتواب الزمزمي. راه مشهور تبارك الله كيدير اتواب كاليتي شي حاجه اللي زوينه. ولا كنتي حتى خارج دار بيضاء راه كيرسلوا جميع المدن المغربيه اختاري اللي بغيتي. مرحبا والف مرحبا. وراني نزلت لكم الثمن وجميع المعلومات. هذا ما كان حبيباتي الغاليات كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. خليت لكم الراحه ولهنا. السلام عليكم. تنتلقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.